السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي. اليوم إن شاء الله راح نستفاد من هذا الماطور مال الآرو. هذا الماطور طبعا هو بكثرة من عنده موجود ومتوفر هواي بالسوق، موجود عند اللي يصلحون الماطورات الآرو، وهذا سعره تقريبا 500 دينار عاطل. يعطل بيه شنو؟ يعطل بيه يعطل بيه الرمل مال السحب والدفع اللي هنا مال الضغط، فيبقى المحرك شغال كل شيء ما بيه. هنا جماعته هنا بالعراق يبيعونه ب 500 دينار على اهل العتيق، وانت تقدر تمر تشتري من عنده. طبعا انا مريت على اكثر من واحد واكثر من اثنين نفس السعر يبيعونه، الكل متفقين انه سعره ما يتجاوز ال 1000 دينار. 1000 دينار و500، اصلا 500 دينار انا اللي اشتري بيه 500. هذا الماطور المحرك اللي بداخله يشتغل على الدي سي 24 فولت، هذا مال اجهزه التقطير، أجهزة الماي الآر المنزلية التقطير. فبي فائدة، يعني وجدت بي فائدة كلش ومنفعة كلش زينة يعني، وإن شاء الله راح نتعلمها اليوم ونعرف شنو الفائدة مالته واستعمالاته. الماطور هذا نقدر نشغله بطريقتين. الطريقة الأولى نقدر نشغله نطيه 24 يشتغل، لكن يشتغل بطيء، لكن إذا نطينا من 36 ل 42 ينطينا دفع كلش قوي وهواء وسرعة كلش عالية تعادل المروحة الأرضية. وإذا فتحنا الملف وخليناه لفيناه لف على 12 فولت، يعني كل لفة 21 دورة على الأرميتر، مثل ما نسوي الطريقة بالقناة موجودة اكو فيديو هسه إذا تشوفونها بالبطاقة اللي راح تطلع فوق، طريقة لف الماطور هذا راح يشتغل على 12 فولت. انا سويت الطريقتين، طريقه سويتها يشتغل على 12 فولت وطريقه سويتها يشتغل على 36 على بطاريات السكوتر. هاي البطاريات شغلتها على هاي، فالطريقتين ناجحات. طبعا بدون لف يشتغل على بطاريات السكوتر، لكن باللف يشتغل على 12 فولت على البطاريات العاديه، على هاي البطاريه. هاي البطاريه صناعتها صناعية، بطارية ليثيوم بداخلها، كانت حامضية وغيرتها سويتها ليثيوم. فأيضا هم راح أخلي لكم الرابط، راح يطلع بالبطاقة الرابط مال البطارية، طريقة صناعة تحويلها من حامضية إلى ليثيوم. فأنا شنو اللي أحب أوضح لكم هنا؟ اللي أحب أوضح أنه البطارية هذا الماطور قدرت أخلي له سرعة عالية بطريقتين. أما تكون السرعة هي مباشرة بدون لف على بطاريات السكوتر، او بلف اللفه 21 دوره الارميتشر الكل خليه، طريقه لف جديده نقدر نشغله على 12 فولت ونستفاد من عده. الفائده من عده مروحه وهواء كلش قوي. طبعا استعمال وصار لي تقريبا بالسنتين انا استخدم المراوح هاي اللي تشتغل على الماطور الارو هذا. فالطريقه هاي انه هذا الماطور يشتغل كل شيء ما بيه، زاد والناقص لان المخارج مالته، القاعده هاي مالته. اول ما نبدي نفتح الداير هذا اللي موجود هنا، الداير هذا نفتح القبق ماله نوخره منه، نشيل القبق هذا راح يصير بهذا الشكل راح يصير. هاي جهه نحتاجها شيء ثاني طبعا ما نشمرها، اللي راح يصير عندنا يبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا هذا الماطور، هذا المحرك. المحرك هذا نثبته ونقصه منها بكوسره، منها قص عدل بهذا الشكل، نقصه منها داير ما داير ويا هاي الحافه. بعد ما نقصه راح يكون بهذا الشكل، الحافه مالته عدله منها وتطلع عندنا الارميتشر العضو الدواري يصير بهذا الشكل، وهاي القاعده مالته راح يصير. كل شيء ما غيرنا به، الملف نفسيته والارميتشر نفسيته، بس مجرد انا شلت الراس مال ضغط الماي وخليته وقصيته بهذا الشكل. هذا المحرك. اما الراس هذا موجود به هنا، موجود هذا الهزاز اللي يهزنا هنا البسات مالات الماي السحب والدفع. طبعا هذا مو عدل، هذا ارتجاجي، من يفر الارميتشر يظل ياخذ يمنه ويسره يظل يسحب ويضغط، الدوران كله هنا صار، يعني هذا مو بالتوازن مو بالمنتصف. فهذا شو اسوي له؟ نفتح البراغي الثلاثه، اطلع هذا البولبرن اللي موجود هنا بهذا الشكل، هذا البولبرن نطلع يصير بهذا الشكل. شو نسوي؟ نطلع هاي اللي بداخل الماسك هذا. هسه هذا ما راح نحتاجه، اللي نحتاجه هو نحتاج هذا الماسك.
هذا شنو فائدته؟ هذا فائدته نجيب لنا ريشه مال المروح، ما نبقى على نفس المراوح القديمه اللي مالات المراوح الشحن. لا، اكو مراوح موجودات بحيث صناعي مالات الفان مال السيارات. هاي سعر الوحده سعرها 5000، بس انت يعني اذا الولد حبابي اللي يبيعون هاي الاجهزه مالت الاحتياطي مال المراوح يقدر يعطيك حتى ب 3000 وب 2000 دينار، لان هي مشموره وبكثره مع اللي قضاله تدق بهن الشمس، تقدر تاخذها حتى ب 2000 دينار. المروحه اللي احكي عليها هاي مروحه الفان. هاي موجوده هنا وتجي منها فلات ومنها تجي فلات عدله. فش نسوي؟ ناخذ هذا البلي اللي موجود، هذا النايلون اللي كان موجود هنا اللي بالاصل هذا مكانه هو، ناخذ نفلته ونخليه هنا بهذا المكان نثبته. يعني شوف لنا بول برن نفس هذا نقعد بيه، نقعد بيه المروحه، وبعدين نقعد هذا ونحط له صمغ منه داير ما داير. انا بالنسبه لي الصمغ اللي استخدمت هذا الخبط، هاي النوعيه اللي خبط تخلي السائل وبعدين نذب عليه السبره ويجمد. فبعد ما نثبت هاي القطعه بهذا الشكل راح تصير قاعده مال بولبرن. نقدر نثبتها على الماتور بهاي الطريقه قبل، يعني بمجرد ما تخلي اي شيء، بس مجرد انك تخليها فالسحب ما راح يدفعها، راح يرجعها على الماتور، تبقى دائما بحال السحب على الماتور ما راح تطيح. هاي الطريقه والغايه اللي وصفتها لكم اول مره بهذا الشكل، التثبيت وهاي القاعده اللي هنا موجوده اللي هي هاي. بعد ما نعيرها بالشفت يلا نركبها ونلحم نحط لها صبغ. طبعا هاي مثل ما تشوفون قدامكم مروحتين انا صناعتين، صناعه هاي المروحه، هاي المروحه القاعده مالتها دبه مال غاز مال مكيفات. هاي الدبه قصيتها من النص وخليت القبق ماله هو حاويه مال البطاريه، حطيت عليه محوله. وهذا الماتور اللي احكي لكم عليه، هذا الماتور اللي هو مال الارو، يثبت بهذه الطريقه وتركب له الريشه، لكن هاي الريشه عاديه، وهاي الريشه الثانيه اللي هي مالت فان، هاي يكون الهواء مالها اقوى. فهاي المروحه تشتغل على 12 فولت، والمروحه الثانيه ايضا تشتغل على 12 فولت بالبطاريه الليثيوم اللي سويتها. هاي طبعا المروحه اعطتني 7 ساعات تشغيل جره واحده وما طفى الباتري، بقى يشتغل وانا بيدي طفيته. يعني اقتصادي، الاقتصاديه مالته جدا عاليه على هذا الباتري. يعني اخليه بهذا الشكل من اركبه، بس اخلي الكلبسه هنا اركبها له وهي الثانيه يشتغل. المستوى مالها راح يبقى 7 ساعات الوقت مالها التايم، 7 ساعات تظل على هذا المعدل. طفيت البطاريه، رجعت الكهرباء الوطني وهي بقت مستمره، وارجع اشحنها بشاحنه عاديه، اشحن البطاريه، اشحنها بهذا الشاحن العادي، بس افلتها واركبها. بينما هنا عندي انا بطاريات الليثيوم اللي موجوده تشحن تلقائي بداخل المروحه بدون ما اخلي لها شاحنه خارجيه هنا. فالمروحه هاي وهاي المروحه هي ماطورات المالات، ماطور ار، المحركات اللي موجوده، الدفع مالها قوي ومستمره، حراره ماكو وماكو عندنا عطل، مو مثل بعض المراوح اللي هي مثل هاي مخلينا الماطور هذا صغير وشغله كلاوات، بعدين يحترق الارميتشر منها، بس يصير بيدهن، بس تخلوا له دهن، الدهن يدخل بالفتحات المسامات مال الارميتشر يعطل، يدخن ويعطل. والمروحه هي المروحه جدا ترفها ما بها دفع هواء. فالماطور طبعا الاختلاف واضح بين هذا الماطور وبين هذا الماطور. هسه الماطور اللي موجود قدامنا هذا المراوح ذني مشتغلات على 12 فولت، راح اشغل لكم على 36، من 42 فولت على 36 راح اشغل هذا الماطور على السكوتر. شغلته على السكوتر وصار لفتره انا مشغله، بس مجرد اني يعني اخليه بس للفحص تقريبا صار له 3 اشهر، هيك 3 اشهر او 4 اشهر انا مشغله من بدايه الصيف اول ما بدا، وقبل انا كنت افحص على مود اشوف الاستمراريه مالته، فاعطاني وقت كلش هواي، والدفع ماله قوي، كلش قوي، اقوى من 12 فولت.
هسه تجربة وتجربة راح تصير على ال 36 فولت او ال 42، لان هاي البطارية هي من 42 فولت تبدي لحد ما يصير بها دروب بال 36 وراح تفصل. فهذا الماتور هذا ما ملفوف وما مسوي له اي شيء، بس مجرد اني قصيت الغطاء ماله وخرت الضغط ماله، والقاعده مالته نفسها هاي بقت نفس القاعده ما غيرت بها اي شيء. اطرحها هنا. الريشه اللي راح استخدمها لدفع الهواء هي هاي الريشه مال فال مال سياره، وثبتت القاعده قلت لكم مال الضغط مال الجهاز الماي الارو هنا، وراح اثبتها بس مجرد اني اخليها بهذا الشكل، بس مجرد ان اطرحها طرح هنا ونخليها هنا على الميز بدون براغي بدون اي شيء، وانطيها كهرباء. انطي هذا الدفع ماله، يعني لا تشوفونه السكون بي موجود ما بي اي اهتزاز، وصوت الهواء قوي، الصوت ماله جدا قوي. راح اقرب لكم الكاميرا عليه، الاستمرارية مالته طبعا انا مشغلة على 42 فولت، البطارية تقريبا بها 40 فولت، هسه مشغلة على 40. الاستمرارية مالته يعني ذات شغلة ساعة ما راح يهبط، راح يطول عندك هواي، يطول بالعشر ساعات راح يبقى مشتغل. صرفية ما بي ودفع الهواء كلش قوي. شحن بطاريات السكوتر هاي اقولها شاحنة موجودة، مجرد ان قبل تدخل الشاحنة على المداخل دي مال البطارية راح تشحن تلقائيا، لان هي بداخلها بي ام اس. واذا تريد اكو طريقة ايضا قلت لكم موجودة بالقناة، هو انك اثنين ذن شاحنتين ذن مالات مال طابعة سويت شاحنة لهاي البطارية، هسه قاعد اشحن وتشوفونها مشتغلة. طريقة تشغيلها بذني البطاريات مالات طابعة اتش بي. المهم راح اخلي لكم الرابط موجود بالقناة. فهي نصيحة وان شاء الله تستفادون منها، نصيحة وتجربة وان شاء الله تستفادون منها بهاي الطريقة اللي سويتها قدامكم. اذا انت ما تعرف تلف تشغل المحرك قبل على بطاريات سكوتر وراح تحصل دفع قوي وهواء واستمرارية وشغلة مضبوطة وحلوة، تقدر ترتبها بكيفك حتى لو تخلي على ميز ماكو مشكلة، يعني قدامك وطالع طرح ما عليه على 42 فولت. واذا انت تعرف تلف راح تلف الماتور وتغيره تسوي 42 تسوي 12 فولت وتلفه حسب الطريقه اللي قلت لكم عليها موجوده بالقناه شلون تلف الماتور. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا الشرح ومن هذه الطريقه. والاخوان اللي شاهدوا الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه واعجاب، اي سؤال بالتعليقات، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.